انا معايا الدكتوره عزه فتحي استاذ علم الاجتماع تناقشنا في هذه القضيه. دكتوره عزه اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا وسهلا. في اليوم العالمي لتنظيم الاسره، مجتمعات زي مجتمعاتنا كده يعني بتعاني من الانفجار السكاني ومن تدهور منظومه القيم مع الزحمه، ومع خصوصا في الفئات الاكثر فقرا، يعني المناطق العشوائيه اللي بقت الفقيره في الريف او في الصعيد. استاذ محمد عفوا، في حد بيتكلم في الكنترول، يعني انا مش طيب يا جماعه الصوت. انا بقول لحضرتك كيف نعالج قضيه التضخم السكاني برساله توعويه تقنع من لا يقتنع باهميه تنظيم الاسره. اولا مساء الخير على حضرتك. مساء الفل. حضرتك نرجع تاني، يعني هنمسك حاجة حاجة، نرجع تاني للإعلانات اللي كنا بنعملها زمان، حسنين ومحمدين. دي بتوصل للناس البسطاء في الريف والحضر، لأن الناس اللي في الحضر، مش كل الناس اللي في الحضر متعلمين، مش كل الناس اللي في الحضر عندهم يعني وعي. في ناس بتيجي من الريف بيهاجروا للحضر عشان لقمة العيش. فاحنا نرجع تاني ل يعني حسنين ومحمدين وعلى شاكلة هذه الإعلانات. بس دكتورة عزة لا مؤاخذة، أنت يعني سوري المقاطعة، أنت فاكرة أن في بعض الإعلانات كانت جايبة نتيجة سلبية؟ إحنا كنا بندرس في كلية الإعلام تأثير الإعلان على المجتمعات الفقيرة، منها إعلانات البلهارسيا، وأنا فاكر كانوا وسائل تنظيم الأسرة. أدي ظهرك للترع، أنا فاكرة الإعلان ده. أيوه طبعا. وفي حاجة كمان اللي هي كان في حاجة كانت جايباها المعونة الأمريكية، حبوب منع الحمل. انا فاكر تمام. كان في اعلان عمل نتيجه عكسيه، كانوا بيروحوا يصرفوها من الوحده الصحيه ويدوها للفراخ. انا فاكر او للفراخ. فاكر طيب انا حاجه بس اقول زي لحضرتك، كده. ما هو حضرتك برضو احنا كنا درسنا في علم الاجتماع وفي الاعلام ان الرساله ما يكونش فيها تهديد سافر ولا تهوين شديد، لازم تبقى الرساله وسط. حضرتك عارف طبعا دي من مبادئ طبعا الرساله الفعاله. نعم. فبالتالي انا برضو ممكن اعمل اعلان لذيذ اغنيته حلوه، اجيب كبار الملحنين واستغلهم، استخدم حضرتك في حاجه عندنا في التربيه وفي علم الاجتماع اسمه التعلم بالنمذجه او النموذج البشري. نعم. يعني جيب مثلا محمد صلاح ونعمل اعلان، يعني مثلا هو يقول انا مكتتب مكه والبيبي الجديد ده، لان انا كده اقدر اعيش، يعني عارف اللي هو استغلال النماذج البشريه الناجحه المحبوبه. إيه، نجيب بعض الفنانين، وبعدين ما نجيبش بقى فنان عنده سوري يعني عنده 70 سنه ويعمل لك اعلان عن منع النسل. يعني حضرتك برضه لازم يبقى الرساله فيها عقلانيه وفيها رشاده، يعني حتى الاول يقول لك ايه، طب لو فلانه عندها 70 سنه يعني ممثله ما وكذا، هتخلف ولا جاي طب تعمل ايه لنا غير اعلان الاعلانات مثلا؟ يا دكتوره؟ ايه غير الميديا؟ غير الاعلانات، المقررات الدراسيه يا فندم، لانك انت لما بتعمل النشأ بتعدل اتجاه النشأ من الاول على هذا الموضوع في المرحله الابتدائيه من خلال الجغرافيا، لما بندرس علم السكان، لما بياخدوا بعض القطع في القراءه، طيب التربيه الدينيه. ايه يعني هو ده يعني في الخطاب الديني بقى؟ لانه في حديث بيتكرر، اي حد اكلمه مثلا بلدياتي يقول لي لا حرام، في حديث اني مباهن بكم الامم، تناسلوا تكاثروا على فاني فكرة مباهن. انا قعدت سنين مصدق ان ده حديث طلع مش لا حديث ده لا مش حديث، وفي ضعيف كمان رد، وحديث حادي ومالوش سند وفي يعني. رد عليه. طب ليه ما يكملش وان انتوا بعد فترة هتبقوا كغثاء السيل؟ ما هو او ده بالظبط. حديث، ده حديث هتبقوا عن برضه، فترة وده حديث صحيح يعني، عن فترة ما قالوا كغثاء كثرتكم السيل. كغثاء السيل. انا بس عايزة اقول لحضرتك خلاصة الكلام، حضرتك في دراسات تبع الاتحاد الاوروبي نعم. العام الماضي قالت ان كل اطفال افريقيا اللي في المرحله الابتدائيه الان، كل اطفال افريقيا مش مصر بس، بعد ما يخلصوا اللي في المرحله الابتدائيه الان، يعني اللي هم من اول 6 سنين لغايه سن 12، عندما يتخرجوا من الجامعه لن يجدوا عمل في ظل الذكاء الاصطناعي. فانت بتخلف ليه بقى؟ ما انت خلاص كده، ما هي قفلت. الا اذا تطور التعليم، التنميه زادت 7 اضعاف، وانت قللت السكان. لازم نفهم الناس دي بلغه بسيطه. انا مش عايزه حد يجي يتكلم في الاعلام يقول ايديولوجيه واستراتيجيه، كلام محدش يفهمه. صحيح. الرساله تكون بسيطه. الخطاب الديني يا فندم، عندنا تفاصيل صغيره الخطاب الديني مش مهتم بيها، مش لازم ياخد المشكله السكانيه ويتكلم فيها دايركت، دايما الرساله المباشره كده احيانا بتخطا.
لكن ممكن نلف الموضوع، نحكي حكايات من ايام الصحابه، نحكي يعني في كده رساله بتبقى مش مباشره ولكن صحيح تدي النتيجه. صحيح. فالخطاب الديني، الاعلام، الاعلام وما ادراك ما الاعلام، ان ثقافة لازم، طبعا. والثقافه حضرتك يعني في منتديات ثقافيه كثيره احنا اللي بنحضرها، المثقفين اللي هو كل واحد فينا بالظبط، عنده واحد وعنده اثنين، مش الناس احنا العاديين. الثقافه احنا عايزين الناس العاديه، مراكز صحيح الشباب تستغل، صحيح. مراكز الشباب، وزاره الشباب تستغل، احنا عايزين الشباب المقبل على الزواج. كمان انا بانادي في مشروع موده ان بالظبط، كل المقبلين على الزواج ياخدوا في هو الدوره داخل من التدريبيه ضمن دي، المبادرة يا دكتور. أنا ياخدوا من محتاجك تجي الاستوديو لأنه الملف ده مسخن، يعني مليء الحقيقة بالشجون، فأرجوك يعني زملائي هجيلك. في الإعداد حاضر، هيتفقوا معاك تجي لنا الأسبوع الجاي إن شاء الله. لا ما هو يعني نتكلم بس الأول يا فندم، وأنا تحت إن أمرك. شاء الله. حاضر، شكرا عناية. دكتورة عزة فتحي، كل الشكر لحضرتك. الحقيقة قالت كلام مهم، المبادرة دي محتاجة تضافر كل الجهود. يعني أنا بوجه نداء للدكتور أشرف صبحي، للدكتورة وزيرة الثقافة إناس عبدايم، لوزير التعليم، يعني حطوا ايديكم في ايدين بعض من اجل القضيه دي. اولويه كبرى يا جماعه، يعني القضيه دي اولويه، قضيه التضخم والانفجار السكاني انا بعتبرها دي زي الجراد اللي بيلتهم اي حاجه بتعملها الحكومه والدوله. انت بتعمل كل يوم بتعافر عشان تفتح مصانع وتحلي ميه وتستزرع صحراء، بتعمل اقصى طاقه باللي ما اتعملش في عشرات السنين. طيب بيجي بقى الانفجار السكاني ده زي الجراد يلتهم كل ده، مفيش